إطار العمل الميداني للفرق العملياتيه العملياتيه التابعه لاختصاص الاقليمي لمصالحنا تمكنت الفرقه المتنقله بحسم سعود بتاريخ 28 9 2022 وعلى مستوى المدخل الجنوبي لمدينه حسم سعود وعلى اثر دوريه في عمليه جد نوعيه تمكنت من توقيف جرار طريقي من نوع رونو بمقطوره وحجز كميه جد معتبره من الاقراص المهلوسه من نوع بريغابالين 300 ملغ اي بي والمقدره ب 217 46 قرص مهلوس حيث أسفرت العملية عن حجز البضاعة ووسيلة النقل بالإضافة إلى توقيف المخالف